شايفين كل انواع الفواكه هذه كلها ما شاء الله من الشغلات اللي ما تلاقونها عندنا موجوده في السلطنه الا في اماكن معينه ونادره وقليله جدا. هذا الدراغون فروت وهذا الستار فروت والفيفاي والنارجيل وبالاضافه هذا ايش اسمها؟ جاك فروت. قوح القن. قوح القن اللي هي هذه قوح القن. ايوه هذه مش المستفعل. المستفعل ايش اسمها؟ مستعفل. مستعفل. هذه الفواكه ما شاء الله كل هذه الانواع موجوده في مزرعه. هذا لونجان. ايش اسمه؟ لونجان. فاكهة لذيذة جدا ما شاء الله. فواكه غريبة عجيبة صراحة. أنا أول مرة أشوف هذه الشغلة. لا حبيبي وبعدها بتروح الحين المزرعة. الحين بناخذ لفة في المزرعة إن شاء الله وبتشوفوا بنفسكم هذا المكان وين. إحنا في منطقة جحنين. أول شيء شفتوا الطريق اللي صورته وإحنا طالعين إلى منطقة جحنين. بعدين شفتوا كل أنواع الفاكهة هذه كلها في مزرعة واحدة. إحنا في مزرعة أحمد الكثيري في منطقة جحنين. هذه المزرعة اللي فيها تقريبا 700 صنف من الفواكه. متخيلين؟ يمكن الرقم يعتبر بالنسبة للبعض رقم مجنون وما يصدق، لكن فعليا فيها حوالي 700 صنف لأكثر من 200 نوع من الفواكه. على سبيل المثال قال لك المانجا كم نوع يا أحمد؟ المانجا 90. هي المانجا شجر واحدة لكن الأصناف مالها اللي عندي أنا 90 صنف. 90 صنف من المانجا والسبعة وعشرين صنف من النارجيل أو جوز الهند. متخيلين إحنا نشرب النارجيل على بالنا كله نوعين أو ثلاثة. 27 صنف من الجوز جوز الهند موجود في هذه المزرعة. تعالوا ناخذ لفة في المزرعة ونوريكم أنواع وأصناف الفواكه. أحمد الكثيري صاحب المزرعة. أحمد، أنا السؤال اللي يتبادر للذهن على طول، انت تعرف تفند 700 نوع هذه من الفواكه؟ ها انا كل شجره انا زرعتها كل شجره غالبا في حدود 32. في حدود 32 غالبا يعني. الله يحفظك. الله يسلمك. حافظ 700 نوع من الفواكه والله. احنا 10 ويا وبعد ندوه. الله يحفظك. الله يحفظك. اول شيء راح نبدا معاكم مع شجره البن. هذه شجره بن محمله ما شاء الله، شايفين، ومثمره، وبجوارها مباشره هذه شجرة الدراغون فروت. كم نوع دراغون فروت عندك في المزرعة أحمد؟ 11 صنف. 11 صنف من الدراغون فروت تونا وإحنا ناكل. اللي دخل الخدمة إلى حد الآن 2 ولسه تقريبا 9 على وشك. على وشك ها؟ نعم. يلا ما شاء الله شايفين هذا البن وبجنبه مباشرة هذه شجرة الدراغون فروت. وهذه الأوراق شايفينها؟ هذا حقل بالكامل مخصص لزراعة الكركم. هذا كله كركم. طبعا الكركم يثمر تحت نفس البطاطا الحلوة نفس الفندال، يثمر من تحت. أول ما تكبر الورقة يجي وقت القطاف، هذه الورقة الصغيرة تطلع لك حبة الكركم هذه ما شاء الله اللي ممكن أنها توصل إلى وزن 1 كيلو. هذه الجاك فروت. احنا تقريبا الحين في نهاية موسم الحصاد، فراح تلاقوا الثمر قليل، يعني مثل بعض الشجر اللي احنا في نهاية الموسم. الموسم ما يكون في شهر 5 بداية شهر 6، لكن احنا الحين ما شاء الله داخلين على شهر 8 فتلاقي الثمر قليل. هذه البشوة احنا هني تحت الحقل المخصص لزراعة الدراغون فروت. هذه شايفين هذه الثمرة. طبعا تمر بعدة مراحل، ولكن ما شاء الله من الاشياء المميزة في ثمرة الدراغون انها تعطيك الثمر تقريبا لمدة 4 شهور. تبدأ من شهر 4 إلى شهر 8. هذا الدراغون فروت. طبعا هذا النوع الأحمر. هذا النوع الأحمر للدراغون فروت. في نوع ثاني أبيض بنشوفه بعد شوي. وهذا الليمون. طبعا الليمون ما شاء الله بعد مجموعة من الأصناف. هذا الليمون المحلي وفي الليمون التايلندي وفي الليمون الفيتنامي. هذه كلها أشجار ليمون بالإضافة إلى الليمون اللبناني، وعدة أنواع تقريبا 20 صنف من الليمون موجودة في داخل المزرعة. هذه المزرعة طبعا في شغلات تحت احنا ما نقدر ننزل لها، العمال ما شاء الله هناك هم اللي قاعدين يشتغلون فما نقدر نوصل. الموز والمانجا وغيرها من الأشياء في داخل المزرعة. يا الله هذا المكان اللي فيه 700 صنف من أنواع الفواكه. النارجيل ما شاء الله شايفين أشجار نارجيل، وين ما نمشي أشجار نارجيل موجودة وبأصناف مختلفة ومتنوعة. تعال 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 يا صقر. امس حطيت لكم مقطع ترحيبي يا جماعه الخير
لواحد من الشباب الأشبال اللي كان يرحب في خليل البلوشي بطريقته الخاصة. وين سلاحك يا صقر؟ سلاح في السيارة. موجود في السيارة؟ يا مرحبا وسهلا حياك الله. هذا صقر ولد أحمد الكثيري صاحب المزرعة. حين مرة ثانية بحط لكم الفيديو اللي صوره البارحة محمد بلوشي لصقر وهو يرحب فيني. أول شيء مشكور يا صقر وما قصرت، بيض الله وجهك. هذه الجوافة، هاي الجوافة المحلية عندنا العمانية. أبو صقر كم نوع جوافة عندك تقريبا؟ تقريبا 30 نوع. 30 نوع من الجوافة؟ 30 نوع من الجوافة ما شاء الله. هذا موسمها؟ ابتداء بجوافة الفراولة وانتهان بجوافة الكيلو ونص. ما شاء الله، جوافة كيلو ونص يعني على وزنها تكون؟ وزن الحبة كيلو ونص. ما شاء الله. كيلو في نص كيلو، فيها صغيرة، في جوافة الفراولة صغيرة، ترى أنواع الجوافة أنواع وأشكال. وهذا يوسف فندي؟ هذا يوسف فندي، هذا موسم يبدأ في شهر 10. ها الحمضيات بشكل عام كلها؟ بشكل عام كلها في شهر 10، ما عدا الليمون اللي تقريبا. لكن عندك البرتقال وعندك يوسف فندي؟ أي أكيد. وعندك الجريب فروت؟ هذا البرتقال اللي بتشوفه الحين. ها هذا برتقال ها؟ ما شاء الله. هذه شجرة البرتقال لكن يبي لها بعد شهرين هذاك القريب الى ان تؤتي ثمارها. وين شوف القريب فروت؟ هذه قريب فروت. وهذه القريب فروت وهذه مباشره عداله. هذا المانجو خلاص، شجره مانجو. المانجو مخلص. انا هذه شجره التين الشوكي، وهني عنده مجموعه من اشجار الجوافه، الجوافه المحليه والجوافه الحمراء والجوافه. هذه اي نوع؟ هذا النوع حبتها كبيره ما شاء الله. شوفوا ثمرتها السوداء، هذه السوداء هذيك الحمراء. ايوه هذا شوف، شايفين هاي الثمرة؟ أيوة. الجوافة بهذا اللون، وهذه بس حبتها كبيرة. نشوف ما شاء الله الثمر هني، الثمر شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هذا لسه صغيرة، لسه شايفين؟ ما هذه بعدها ما مكتملة. مكتملة. هذه للآن مو مكتملة النضج بالكامل، فتصير أكبر من هذا. أي نعم. الحجم. وعنده أيضا من الأشجار اللي موجودة في هذا المكان فاكهة البيض. فاكهة البيض هذيك شوفها، اللي يسمونها الإيج فروت. ها أي نعم. هذه الايج فروت. هذا الافوكادو نوع من 6 انواع موجوده في داخل المزرعه. شايفين ما شاء الله، شايفين ثمره الافوكادو؟ هذه هاي مستويه ابو صقر؟ لا بعدها مو مستويه. حبتها تكون كبيره ما شاء الله، حبتها تكون اكبر من كذا. نوع من 6 انواع افوكادو موجوده في المزرعه. ايش هذا يا صقر؟ هذه شجره الكاكاو، وهذه ثمر الكاكاو. كاكاو كاكاو نستخدمه كاكاو شوكولاته. شوكولاته جماعتها والاخوان هذول. يا سلام عليك، يعني تقريبا من الشغلات النادره جدا اللي نلاقيها عندنا في السلطنه وحتى في الجزيره العربيه، نادر انك تلاقي شجره كاكاو موجوده. تقريبا هكذا في بعض الاخوان هنا زارعين، لكن مش بهذيك الكميات. يعني نحن الحين بنحاول ان نعمل منها حقل ما شاء الله، نوسع فيها ان شاء الله ممتاز. انا اول مره اشوف شجره كاكاو صراحه. شوف خليل.